هلو يعني عن جد احلى شيء واحد يبلش سنته بكادويات هالقد. انا كثير كثير سعيده انه هلا وصلنا للاغراض، يعني هلا صار فيي اشارككم هالفرحه يلي هي صارت فرحتين. اول شيء بدي اخبركم المفاجاه يلي خبرتكم عنها، انضمامي لشركه بوتيكات بالكويت. انا كثير كثير سعيده اني راح اكون يمكن حدا من هالشركة يلي اسمها كتير كتير كبير واسمها كتير كتير ناجح، وانا سعيدة انه تم اختياري من لبنان حتى شارككم بكل الادوات التجميلية، سواء برودكت سواء ديودوران بارفان ميك اب. عن جد كتير كتير مبسوطة والفرحة اكتر بهالكادويات، عن جد كتير كتير حلوين. ويمكن هيك بتعرفوا ببداية السنة واحد بس هيك يبلش بهالكادويات بيتفائل. لا ما بصدق ما بصدق، مش معقول. واو يلا بفتحهم كل هالكريتين، واو واحدة واحدة ما بصدق. لا يعني اكيد عم تسألوا هالهدايا كلها احلى شيء واحد ببداية السنة يحصل على هالكمية الهدايا واصلين من الكويت. هيدا هو الخبر اللي كنت بدي اعلن عنه، انضمامي لشركة بوتيكات يلي موجودة بالكويت، وانا كتير كتير سعيدة انه تم اختياري ببداية السنة من لبنان حتى يكون عندي بوتيك خاصة لإلي بالكويت ضمن شركة بوتيكات. هالشركة يلي انشهرت قدي الخط تبعيتها سريعة، قدي عندها تشكيلة مستحضرات حديثة وحلوة. تبقوا تبعوني كل يوم حتى نبلش نفتح كل هالهدايا يوميا. انا رح ادخل بالجو وخبركم عن المستحضرات اللي انا بختارها باي بوكس بدي بلش. واو هيدا البوكس من عند بوتيكات. برفيوم، هيدا فول اوف برفيوم. لا عن جد يعني كل شيء ممكن اعوزه بميك اب دائما رح لاقيه بفكره البوتيكات. ما عم لحق افتح الغراب هيدا، فبفتكر يلي حزير وبعت لي برايفت مسج رح اعطيه كادو من البوتيكات. يلي عارف امبارح وين بدي انضم لاي شركه، واكيد هيدا السلوغان تبعهم لانه عن جد ما بقى في لزوم نتعذب، كل شيء صار اونلاين. يا بحبها كثير هيدي البرفان ريهانا. عن جد حسي حالي مغموره باحلى الكادويات، يعني بفتكر انا كلهم رح افتحهم اليوم بالمنيو. ثانك يو بوتيكات. ها واكيد تنشوف هون شو كثير. واو حلوين. نايس. ديودوران. بعد ما خلصنا خليكم معنا. كمان يلي بتحط لنا اجدد البرفانات. بس بعد شيء بفتكر. يلا نرجع نفتح تاني بوكس. واو.